في موضوع آخر، تم يوم أمس على مستوى السهل الأصنام تنظيم لقاء وطني جمع فلاحين وتقنيين من مختلف ولايات الوطن بولاية البويرة من أجل التعريف بأهم التقنيات الجديدة في مجال زراعة البطاطا، وكذا إدخال نوعية جديدة من البذور والأسمدة التي من شأنها رفع مردودية الإنتاج. التغطية كانت لخالد شولر. احنا اليوم اخذنا من الفرصه هذه باش عرضنا الفلاحين والمسؤولين من جميع المناطق الناس المتخصصه في البطاطا باش يشوفوا الحاجه الاولى، اولا الاصناف الجديده اللي احنا نستوردهم مع شركه العميل تاعنا شركه ميكوسيد الدنماركيه اللي تعطينا اصناف يعني جديده وعندها مردوديه وانتاج كبير. نجيبوا زريعه شاك فوا نوعوا ونجيبوا دي نوفيل فاريتي اللي تجي تكون روندمون مليح الفلاح باش هما ينجح، باسكو لي بري لي بري تاع لي زانترون راهي غاليه بزاف، لازم هما يكون ان بون روندمون. دونك لا جورني تاع اليوم سي بور مونطريو فلاح افيك نوفيل ان نوفو بروتوكول يقدر يلحق 500 à 600 كانتو ليكتار.